بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. طالبات الصف الثالث الابتدائي في مادة الفقه بإذن الله سنتناول درسا جديدا بعنوان الدعاء. كلنا نعلم يا صغيراتي أن الدعاء سلاح المؤمن، وأن الدعاء له فضل عظيم، وأن الدعاء عبادة لله عز وجل. إذا لو قلت لك الآن، ما هو الدعاء؟ ما معنى كلمة الدعاء؟ معنى الدعاء هو إظهار غاية التذلل والافتقار إلى الله عز وجل، والاستكانة وإظهار الضعف والاستكانة لله عز وجل. طبعا نحن ندعو لله عز وجل، لا ندعو أحدا مع غيره. فحينما ندعو ربي ولا ندعو أحدا مع غيره، أنا أحقق توحيد، وهو توحيد، أحسنتي، وهو توحيد الألوهية. فلا نعبد ولا نسجد ولا ندعو مع الله أحدا غيره. هنا يقول: كان عبد الله بن عباس غلاما عندما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يسأل أحدا غيره، فقال له: إذا سألت فاسأل الله. أعمل بوصية نبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا أسأل أحدا غير الله. الدعاء عبادة وطاعة لله سبحانه وتعالى. إذا الدعاء ها هنا يا صغيرتي عبادة، والدعاء طاعة، والدعاء امتثال لأمر الله. هنا قالت الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله إلها آخر. هنا نهانا في هذه الآية عن شيء، فماذا نهانا هنا عنه؟ أحسنتي، نهانا هنا عن الدعاء مع الله، الدعاء مع غير الله أحد. فلا ندعو إلا الله وحده لا شريك له. إذا الدعاء قد يكون يا صغيرتي إما الدعاء للعبادة لله عز وجل، أو الدعاء لقضاء حاجة أو مسألة من مسائل الدنيا، وكلها تعتبر عبادة. إذا أنا هنا حينما تتأملين هذه الصورة، ماذا تشاهدين؟ تجدين قد رفع يديه، وهذه آداب من آداب الدعاء التي سنتعلمها بعد قليل بإذن الله. هنا لابد أن أدعو ربي أن يهديني، أن يغفر لي، أن يرحمني ويرزقني، أن يسعدني في الدنيا والآخرة، أن يبعد عني الشر، أن يوفق ولاة أمري لكل خير. إذن ها هنا قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. إذن الدعاء له فضل عظيم، فهو عبادة، وقد تتغير أقدارنا وتتغير أحوالنا بسبب الدعاء. هنا بالتعاون أذكر ثلاث فضائل من الدعاء. إذا الدعاء من أعظم العبادات، سبب في حصولنا على النعم، سبب في تفريج الكروبات، قد يفرج الله لنا كروباتنا من سبب دعوة قد ندعوها. إذا أدعو الله بثلاث دعوات، مثل: اللهم احفظ لي والدي، رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين، اللهم اهدني وارزقني، اللهم اسعدني في الدنيا والآخرة، اللهم وفق ولاة أمرنا. قد نقول كذلك: اللهم اهدني واغفر لي وارحمني وارزقني ووفقني وباركني في وقتي واعطني حتى ترضيني. أيا كانت دعواتك هذه يا صغيرتي، هنا سنتعلم آداب الدعاء. قد تعلمنا قبل قليل إنما عندما أدعو لابد أن ألتزم بآداب للدعاء. تعلمنا قبل قليل رفع اليدين في الدعاء. إذن أولا نبدأ من البداية، كيف أدعو؟ حينما أود بالدعاء أحمد الله سبحانه وتعالى: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا. إذا أنت تبدأين بالحمد، ثم بعد ذلك تصلين على النبي: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. إذا ها هنا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك يا صغيرتي لابد من حضور القلب واستشعار الدعاء وتكرار الدعاء والإلحاح فيه، وكذلك كما تعلمنا هو رفع اليدين في الدعاء. بذلك أنت حققت آداب الدعاء كاملة، ثم بعد ذلك تدعين الله ما شئتي من الدعوة. قال الله تعالى: وقال ربكم أدعوني أستجب لكم، وأدعو الله وأقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. وهذا دعاء سيدنا موسى عليه السلام. هنا أقول: اللهم اغفر لي ولوالدي والجميع المسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. هذه كلها دعوات. اللهم احفظ بلادي وبلاد المسلمين من كل شر. إذن هنا هذه الدعوات. طب ماذا يسبق هذه الدعوات؟ يسبقها أن لابد أن نحمد الله، أن صلي على النبي، حضور القلب، التكرار والإلحاح في الدعاء. نصل إلى مرحلة التقويها هنا يا صغيراتي. أدعو الله أن يحقق لي الآتي: الأمور التي أرغب بها، الجنة. فماذا سأقول؟ أقول: اللهم إني أسألك الجنة. طب المغفرة لوالدين، أقول: رب اغفر لي ولوالدي. طب الشفاء من المرض، اللهم اشفني وعافني. سعة الرزق، ربي وسع لي رزقي وارزقني مثلا من حيث لا أحتسب. طب حفظ وأمن البلاد، اللهم احفظ أمني بلادنا.
عز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. أقرأ سورة الفاتحة واستخرج دعاء الوارد فيه، قال تعالى أهدنا الصراط المستقيم. إذن هنا الدعاء بالهداية إلى الصراط المستقيم. هنا في الآخر ما سنتعلمه لهذا اليوم، سنربط العمود ألف بما يناسبه في العمود باء. ما الآية التي في العمود الألف؟ قوله تعالى وقل ربي زدني علما. إذن ها هنا الآية التي ها هنا، ما الدعاء الموجود فيها ها هنا؟ أحسنت، طلب العلم. الدعاء الموجود فيها ها هنا طلب العلم. طيب الآية الثانية ما هي؟ ربي اجعلني مقيما للصلاة ومن ذريتي. إذن ما هو الدعاء ها هنا؟ إقامة الصلاة. بارك الله فيك. إذن ها هنا الدعاء هو إقامة الصلاة. طيب الدعاء الذي يليها ربي آتنا من لدنك رحمة. إذن ها هنا ما الدعاء المتوجب ها هنا؟ طلب الرحمة. بارك الله في صغيراتي. بعد ذلك يا جميلاتي ما الآية؟ قوله تعالى ربي اصرف عنا عذاب جهنم. إذن ها هنا النجاة من عذاب جهنم، نصلها هنا بالنجاة من عذاب جهنم، طلب النجاة من عذاب جهنم. إذن في كل آية من الآيات ها هنا دعوة، فكل آية اختصت بدعوة، إما إقامة الصلاة أو النجاة من عذاب جهنم أو طلب الرحمة أو طلب العلم. اكتب ثلاثة من آداب الدعاء. إذا ما هي آداب الدعاء؟ أولا لابد من حمد الله سبحانه وتعالى في بداية حمد الله سبحانه وتعالى في بداية الدعاء، ثم الصلاة على النبي وحضور القلب. كما لابد من أنه كلما لحيت بالدعاء وأكررتي ورفعت يديك كنت محققة لآداب جميع الآداب التي لابد من الالتزام بها حينما ندعو الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن لا يردنا خائبين ويجعلنا ممن إذا دعاه استجيب له. بذلك يا صغيراتي نصل إلى نهاية درسنا، وإلى اللقاء في درس قادم بإذن الله.